الاهلي بسرعه قبل ما نستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ محمود صبري الدوليون بينتظموا في مران النادي الاهلي. في مران النادي الاهلي انتظم كل الدوليين ان شاء الله عارفين النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاثنين الجاي مع الجونه ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وليد سليمان وعاشور بيكتفوا بجلسه في الجيم عارفين ان وليد سليمان وعاشور خلاص ان شاء الله يعني محتاجين كل اللعيبه في الفتره اللي جايه. شفنا اصابات ان شاء الله مش هتكون اصابات مؤثره خصوصا اصابه اجاي اللي اشتكى باجهاد ان شاء الله يكون جاهز لمباراه الجونه باذن الله. لكن حسام عاشور ووليد سليمان اكتفيا بجلسه في الجيم جلسه تاهيليه على هامش مران النادي الاهلي الجماعي. الاهلي زي ما انتم عارفين فاز على الاتصالات وديا بهدف نظيف احرزه النجم الكبير وليد ازارو يعني عوده عايزين ان شاء الله يكون وليد كده يعني الهدف ده يعني يفكرك بذاكره الاهداف وان شاء الله تكون هداف كالعاده زي ما احنا متوقعين تماما. ايضا النجم الكبير اجاي ومروان محسن بيؤديان جلسه في الجيم ايضا. جونيور اجاي ومروان محسن اكتفى بجلسه تاهيل في الجيم على هامش مران النادي الاهلي. قلت لكم ان اجاي كان اشتكى من اجهاد في العضله الخلفيه او اعتقد كانت العضله الضمه مش عارف بالظبط كان اجهاد عضلي عموما خلينا نتكلم في الاجهاد العضلي عموما اشتكى منه عشان كده فضل رينيه ان هو يريح اجاي. كمان شريف اكرامي اكتفى ايضا بمران في الجيم ان شاء الله كل اللعيبه دي باذن الله يعني حاجات كده يعني مش مقلقه ومش ما تخافوش يعني من حجم اللعيبه اللي في الجيم ان شاء الله ايام ويرجعوا في التشكيله الاساسيه للفريق التدريبي. ميشيل بيقود مران قوي جدا لمحمد الشناوي علي لطفي. دي الاخبار بتاعه حراس المرمى عندنا ثلاث حراس على احسن ما يكون. الشناوي ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب ان شاء الله كده على طول. الشناوي متالق دائما وبيزيد عن عرين المنتخب والاهلي كمان. كمان مع علي لطفي معاه النجم الكبير شريف اكرامي. كابتن سيد عبد الحفيظ والدينامو سمير عادلي بيتوجهان لتونس يوم الحد المقبل كالعاده. عارفين ان احنا دايما بنسافر قبل المباريات خصوصا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي عشان نطمن على كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق الخارجي. ان شاء الله سفريه تونس ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا وان شاء الله تكون مسيره زي ما احنا بداناها باذن الله مع رينيه فايلر. كابتن سيد زي ما قلت لحضراتكم والكابتن سمير عادلي هيسافروا ان شاء الله لتونس يوم 24 المقبل لاستقبال البعثة هناك والاطمئنان على تنفيذ كل الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي. كابتن سيد وسمير عدلي بيقودوا البعثة بإذن الله أو سافروا هيسافروا قبل البعثة بيوم وهو الإجراء المتبع زي ما قلت لحضراتكم في النادي الأهلي دائما. مش سايبين حاجه بصراحه الكابتن سيد والكابتن سمير عدلي مش سايبين اي حاجه. هقول لكم بالظبط كمان يعني حتى مواعيد التدريبات عارفين هتكون الساعه كام وعارفين هتكون في اي ملعب ان شاء الله تكون مباراه تكون يوم 29 على استاد رادس باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مواجهه النجم الساحلي. كمان الاهلي بينهي اجراءات الاقامه وملعب التدريب في تونس زي ما قلت لحضراتكم كافه الترتيبات الخاصه برحله الفريق لتونس استعدادا لمواجهه النجم الساحلي يوم 29 باذن الله في الجوله الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اقول لكم الترتيبات اللي انهاها النادي الاهلي حجز الفنادق الملاعب التدريبات وسائل الانتقالات كافه الامور الاداريه وذلك من خلال الاتصالات التي اجراها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وسمير عادل مدير الاداري للنادي الاهلي مع كل من السفير المصري نبيل حبشي ورئيس اتحاد الكره التونسي وديع الجريء. زي ما قلت لحضراتكم بنهتم بكل حاجه بحيث ان اللعيبه تكون يعني متوفره لها كل سبل الراحه من هنا عارفين هيروحوا الساعه كام يوصلوا الساعه كام الفندق اسمه ايه مواعيد تدريب الساعه كام الملعب فين الغداء امتى الفطار امتى العشاء امتى كل حاجه يعني اللعيب بيروح مفرغ دماغه تماما للتدريبات وللمباراه. وده طبعا سمه من سمات الانديه الكبيره والكبيره جدا اللي هي دايما بتسعى للبطوله والبطوله فقط لا غير. النهارده كان في